حالة صعيبة في هاد الثلاث شهور هادي مع كورونا مع هاد الجائحة، ولكن الحمد لله مع انخراط جميع انخراط الجميع من فئات جميع الفئات من الشعب من حكومة من فئة المسؤولة الشرطة وطور الطبية الحمد لله تمكن المغرب وبفضل الله ما تجاوز مرحلة الخطر. يعني كما كنعرفوا داك الميبيان ما دخلش المغرب ما كانش تصاعدي توريت ما سجل حتى شي حاله، ومزيدا من المجهودات واحترام التعليمات اللي كتخرج بها وزاره الصحه، مع العلم ان اليوم سجلنا 101 حاله، يعني الخطر باقي كاين وواشك ويقدر يرجع في اي لحظه تخوفا من اي موجه ثانيه. يجب على الجميع ان يكون في يعني يكمل ديك الطريق اللي بدينا جميع، ونحترموا مسافة الأمان، نحترموا نديروا الكمامات الماسك، يعني ما خسرين حتى شي حاجة، وإن شاء الله توريت غادي تزيد القدام وغادي المغرب غادي يسلك من هذه الجائحة إن شاء الله والعالم كامل، وغادي نرجعوا للحياة اليومية ديالنا العادية. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هذا المنبر كنحيي السلطات ديال مدينة تاوريرت واللي كانوا بدلوا واحد المجهود كبير بزاف 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 من جهة لا السلطة ولا القياد ولا القوات المساعدة ولا أعوان السلطة ولا يعني كاع السلطات كانوا بدلوا واحد المجهود كبير باش كانت المدينة ديالنا الحمد لله من بين المدن اللي ما تقاستش بهذا الوباء، وبدلوا واحد المجهودات كثيرة. واخا حنا عانينا في هاد ثلاث أشهر اللي كنا يعني ملتزمين غير في الديور ديالنا ما تنخرجوش غير الضرورة عاد تنخرجوا بالكمامة وسائل التنظيف وداكشي، والشكر ديالي موصول كذلك لساكنة مدينة تاوريرت اللي التزمت بالحجر الصحي 100% وكانت يعني مطبقة القانون ديال الحجر الصحي، وكانت مساعدة السلطات أنها تدير الخدمة ديالها. ومن بعد هذا الشيء كامل مر هاد الثلاث أشهر كنت فرحانة بأنني كانت مدينتي من بين المدن اللي تميزت بأنها تكون من المنطقة رقم واحد، وكانت من المدن اللي ما قاسهاش الوباء الحمد لله، والآن كانت واجد بهذا الجردة هنايا في مدينة تاوريرت. خرجت وليداتي شوية يفوجوا لأنهم معانا بزاف في هاد الثلاث شهور اللي كاملة دوزوها في الدار، وخرجناهم شوية يفوجوا ويشوفوا الخضرة ويشوفوا الطبيعة.
عليكم. اليوم فرحانه حيت جيت في منطقه واحد، ودابا ماما خرجتني للزرده حيت هذه شحال ما خرجنا، كنا متواضعين مع الحجر الصحي، ويعني 3 شهور راه ماشي يعني ماشي سهله، ودابا كنخرجوا يعني واخا تلقونا هذا الحجر الصحي خصنا نتلازموا من الشروط اللي قالوها لنا. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.